السلام عليكم الإخوان الأخوات، نتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم بنقدم ماشي شي حاجة جديدة علينا ولا على كل أي واحد، بندير طواجن تاع الجلبانة والقوق، وبغيت نشارك معكم هالطواجن، وبالأحرى بنشارك معكم الطريقة اللي كنتعمد في تنقية القوق كيفاش كيجي ساهل. المهم كنحتاجو الطاجين والحيمات، كل واحد على قدر اللي باغي. انا هنا درت اللحم تاع البقر، زيت العود، الخرقوم، عرق، الملحه، زر وسكينجبير، واحد حبه البصله مشلضه، والقزبر والمعدنوس. ونبداو على بركه الله. اول حاجه غنبدا بها ان شاء الله غادي ناخذوا طواجين ديالنا، وغادي نديروا واحد نص كاس تاع الماء، نص كاس، وغنديروا معاه بصيله كامله، نديروا معاه المليحه، وغنديروا واحد قيمه معلقه ماشي بزاف، حيت من بعد غادي نضيفوا زيت العود، قيمه معلقه صغيره ديال زيت العود باش يعني تقلل لينا شويه هاد الحيمه. وغادي نشعلوا العافيه، استعملت هاد الطاجين تاع لينوكس، واخا ديال لينوكس كندير تحت منه هذيك الحديده باش ما يحرقش. صافي ونخلوه يتلقى يتقلى شويه ونطلقوه من بعد. غلى لينا الطاجين شويه، غادي نقلبوا الحيمات، نبداو نقلبوا فيهم هكا حتى يتقلوا مزيان، يشربوا هذيك الماء تاع ديك البصله ودخلهم ديك الملوحيه. عاد غنديروا ان شاء الله التوابل، هاد الحيمات ها مع داك البصيله كتطلق داك الماء ديالها، ومع داك نص كاس الماء كنبقاو نقلبوا حتى كي تقلى مزيان دوك الحيمات، تيطلقوا داك ديك اللذه ديالتهم. دابا ان شاء الله غادي نديروا العطريه، غادي نديرو خرقوم، عرق، شويه البزار، وسكينجبير. غادي نقصو العافيه وغادي نخلوه واحد شويه، نشدوه، نحركوا هاد التوابل اللي رمينا عليه، تنقلبوا فيهم، وغادي نضيفوا كاس الماء، خليناه نص كاس الماء، ودابا غادي نزيدو كاس الماء، وغادي نقصو عليه حيت انا دايره لحمة البقري، دار لحمة الغلمي ياخد قل من الوقت ديال البقري. ودابا غادي نخليه يطيب على المهل، ملي غادي يقرب يدخلو الطياب هذيك الساعه ندير عليه القوق والجلبان. دابا على ما يطيب جد الطاجين ديالنا، غادي ناخدو واحد البول، واحد البانيو ولا اللي كان، غنديروا فيه شويه الخل على اساس، ولا الحامض اللي عندنا نديروا واحد جد واحد شويه الخل باش ما يكحلش لنا القوق، عرفتوا القوق ملي كيتنقى كيتحل. وغنوريكم الطريقه اللي كنستعمل، هي كيستعملها بزاف الناس، ولكن كاين اللي ما عرفاش ما فيها باس نشاركها مع الناس. كنشدوا القوق تنحيدوا ليه دوك بحال هكا دوك الوريقات الكبار الاولين، صافي، وكنشدوا القوقه بحال هكا،
بهالطريقه وكنقطعو. انا كنستعمل منشار حتى يجي ساهل. كنقطعو هكا من الجدر، كنخليو فيه هكا هاد البليصه صافي، وكنحيدو الوسط ديالو كاين داك الشعر هكا صافي، وكنقطعو غير شويه باش ما ندوزوش في القوق، حيت بحال هكا لو بغيتو ترقدوه ولا تخللوه تدار ليه هاد الطريقه تيبقى فيه القوق ما يتكال. اما الا جينا نحيدوه بالورقه بالورقه ما غاديش اولا تيجي متعب، وثانيا ما كيبقى فيهش بزاف ما يتكال. هكا صافي كنحيدو ليه هاد الجدر، بغيتو تقسموه على جوج قسموه، بغيتو تخليوه هكا كتخليوه. انا درت لي قد حيت القوق عرفتو تيكحل اليدين صافي، انا بغيت نقسمو هكا على جوج صافي. نعاود معاكم مره اخرى، نشدو القوق تنحيدو ليه دوك الوراق الاولين تيكونو شويه دايرين قاسحين شافين، تنشدو القوقه وتنقطعوها بهالطريقه هكا على حد يجي اسهل منه ما كاين صافي. وكنضربو غير شويه من هاد الجناب، ماشي كندخلو فيهم بزاف، غير هكا شويه بحال كنضربو بيهم هكا. تبقى في القوقة ميت صافي، نكملو بهاد الطريقة حتى نساليو القوق ديالنا. من بعد ها هو الطاجين ديالنا، اللحم طاب ولكن على عافية مهيلة، مزدتوش أنا نهائيا حتى قطرة ما من داكشي اللي درت معاكم، ولكن العافية مهيلة حيت العافية اللي كانت ناقصة بزاف كيطيب الحاجة وما كتشربش الما ديالها. دابا إن شاء الله غادي نوض نهز شوية ديال هاد المرقة من هنا نديرها هنايا في هاد تقريبا، غنبقاو تنهزوها تقريبا كلها نجي هنا. ها هو القوق ديالنا، ها هو يا من نقيناه ودرناه في سميتو، نشلوه شويه ها. اول حاجه غنديرو ناخذو الجزامه وغندير المعدنوس، يلا غادي ندير المعدنوس. وغنديرو القوق ديالنا نزتفوه، وغادي نخوي عليه داك المريقة. الا كان مشرب شويه الماء تقدروا تزيدوا شي شويه الماء، غير بحال مثلا انا نزلت هاد النقيطه باش نشلل هاد المريقه اللي بقات هنا ما تضيعليش في الجبانه. عاد غادي نضيف زيت العود، هذا ايوا هاد الطاجين ديالنا ان شاء الله وجد. دابا غادي
نوريكم كيفاش جا. نتمنى من الله تجربوه، راه جا رائع. هو كما كتشوفوا جا رائع. وانا رافقته بهاد الصلصه تاع واحد السلطه تاع الدنجال كنديرها بالبصله، ان شاء الله نشاركها معكم. وهذا هو الطبق ديالنا، نتمنى والله ينال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا شي حاجه جديده ولو في نقيه القوق. ونتمنى تشاركوا في القناه لانني يلاه من المبتدئين، باش ان شاء الله ليك تشجيع وتوصل بكم وتوصلوا بكل جديد. ما تنسوناش من لايك وشكرا، ان شاء الله الى القادم.